بالنسبه لي التدخل في محله زعما راه فريمون راه كتبقى هذيك طرف من بلادنا ديجا، والعسكر المغربي كان خصو يتحرك في ذاك الحاله نورمالمون. حتى جاي المغرب شي حاجه اللي ضروريه زعما هكا في حرب ولا في طرف من البلاد اللي نقدروا مثلا خصنا نقاوموا عليه شي حاجه، علاش لا نقدر نطوع زعما كشاب مغربي، ما عنديش حاسس المشكل. اما حنا مثلا نطلبوا الله سبحانه وتعالى باش تكون دوز القضيه بسلام، وحنا ما كنطلبوا غير السلم، ما كنطلبوا والو، ولكن ديك الانفصاليين راه تماداو في الموضوع ديالهم، وفي التالي فاش قطعوا على الكركارات راه ضروري ومن المؤكد بانه القوات المسلحه خاصها تدخل. علاش؟ باش تامن ديك الطريق. انا كبير السن مثلا مسن نقدر نمشي، علاش ما نمشيش؟ يعني هذيك بلادي، علاش جدادنا علاش استقلوا البلاد؟ راه ضحاو من اجل هذه البلاد هذه، حيب كل شيء بالمال وبنفسي كاع. الصحراء مغربيه يعني بلا ما نتناقشوا، وإلا جينا نهضروا في التاريخ راه قديمه، جذور ديالنا هنا راه صحراوي. والسلام عليكم. صراحه التحرك اللي داروا اليوم زوين بزاف، وحنا كمغاربه وكشعب يعني معروف كيتحد ضد اي واحد يقدر يدخل البلاد ديالنا او لا يبغي يدير ليها شي حاجه، وحنا ما كيعجبناش هادشي كامل اللي كيديروه، والحمد لله انهم قدروا يتمكنوا. نقدر ندافع، علاش لا، حنا كاملين غادي نديروا اليد في اليد وغنوصلوا لاي حاجه، ما كاينش حتى شي حد ما غادي يقدر يدي لينا البلاد ديالنا او لا الصحراء او لا شنو ما كان. احنا كشعب مغربي هكذاك معروفين بالاتحاد ديالنا. فرحنا احنا باش سمعنا قوات المسلحه الملكيه غادي تدافع لنا على البلاد ديالنا وكذا، وما كرهناش احنا تفتح لنا الفرصه حتى احنا نمشيو وندافعوا على البلاد ديالنا. ومهم حسين واحد الشعور زوين بزاف، والله يغلبهم على هادشي هذا، وان شاء الله ما يوقع حتى واحد في المغاربه ديالنا ما يتقاس ما يموت ماشي حاجه ان شاء الله. نطلبوا الله الخير. شو ما نكرهوش احنا والله تنمشيو نموتوا مع بلادنا، ما نكرهوش والله، يديونا من دابا كنقولها لي من دابا والله تنمشي. فين ما تجي بلادنا هذه نموتوا على بلادنا. سمعنا الخبر بان المغرب دار واحد التطور ومشى لتماكين ودار واحد الضجه وحيد دوك الناس اللي من تماكين، حنا مفتخرين بالمغرب ديالنا، يدربونا ويوريونا شنو غادي نديروا، نمشيو ندافعوا على البلاد ديالنا. كان الخبر ديالي تلقيته بواحد الفرحه زوينه، ان العسكر كان سمعت انه غيمشي ينتقل لمدينه الكركارات باش يحيد ديك التركه البوليزارو اللي تقريبا دام واحد الحصه ديال 20 يوم، وهادي بادره عليه هي زوينه، ونتمنى المسؤولين ديما يبقاو في هاد السياق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.